أوقات يا حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي نتناقش في الهومورك بتاع Lecture 7. نركز كويس جدا. طبعا Lecture 7 كان فيها 2 units اللي هو 13 و 14. في وجهة نظري الشخصية 13 أقوى من 14. أوكي، فأنت هتركز كويس جدا في حاجة بسيطة جدا. هنبدأ في تيست 4 على الفورة، نبتدي كده سنة بسنة. هنا نمبر 1 كذا كذا كذا، I use your pen please، يبقى هنا بس تسمح، يبقى can I use your pen please، ممكن استخدم قلمك لو تسمح. بعد كده you really not see that new documentary، خلاص it's fantastic، يبقى هنا بدي نصح مشدد، نصح مشدد استخدم له must، استخدم له ايه must. Number 3, you not write 30 sentences for homework because you have misbehaved. يبقى انا homework بقول له انت لازم تكتب 30 جملة لسلوكك السيء. يبقى انا homework ايه؟ must. اوكي؟ عندي بعد كده you not خلاص write 300 lines. 30 will be enough. انت مش محتاج تكتب 300 سطر، كفاية قوي 30 سطر. يبقى don't have to، لست مضطر الى، don't have to، لست مضطر الى. بعد كده please excuse me، من فضلك سمحني، but I really، ولكني لازم امشي، يبقى must go، يبقى دي reminder to myself، يبقى دي ايه internal obligation، الزام داخلي، الزام داخلي. بعد كده okay number 6 okay John you not speak so quickly. Nobody can understand you. يجب ألا، يبقى هنا منع أو تحريم أو نصح مشدد إن هو ما يتكلمش بسرعة لأنه ما فيش حد فاهمه خالص. We هنا watch TV tonight. We haven't decided yet. هنا أنا قلت قبل كده حبايبي. Haven't decided yet يعني لم نقرر بعد. يبقى هنا في شك في الجملة، يبقى على الفور might. على الفور إيه؟ might. يبقى لو الجملة فيها أي شك حبايبي او شك مطلق استخدم مايت، لو شك بنسبه 50% استخدم مين. هنا نمبر 8 if you have got such a bad cough، لو عندك كحه جامده جدا يبقى you mustn't smoke، يجب الا تدخن. يبقى ده نصح مشدد، نصح مشدد. بعد كده I'm happy to inform you، انا سعيد جدا ان انا اخبرك that I can come to work next week، ان انا ممكن اجي لك اشتغل الاسبوع الجاي. You not make so much noise. The baby is sleeping in the next room. يبقى يجب ألا، يبقى you mustn't. Okay. ما تعملش هذه الضوضاء، الولد نايم. Number 11. She not. Okay. Work hard because she's a single parent and his has little money. يبقى she must work hard. ده نصح مشدد، ده نصح ايه مشدد. اللي بعديها you not go now، خلاص the train leaves خلاص in an hour، يعني احنا لسه قدامنا ساعة. اوكي so you have still got some time left، يبقى هنا في غياب ضرورة، غياب ضرورة بيه needn't go now. بعد كده according to the weather report، طبقا للنشرة الجوية، النشرة الجوية لا تعتمد الا على اوكي خرائط و و و و، يبقى كده اوكي فيها شك، يبقى على الفوره it might rain this afternoon، ربما تمطر هذا الايه بعد الظهر. نمبر 14 خلاص هي نقط خلاص speak Italian fluently because he spent 5 years here، يبقى هقول ايه he can speak، هو يقدر يتكلم ليه قضى 5 سنين في البلد دي. بعد كده number 15 that not be John over there he said he would be خلاص in America this week، لما انا بقول ان الراجل ده قال ان هو هيبقى في امريكا يبقى اكيد ده مش هو، يبقى can't be. بعد كده you not take that test seriously even if you already have enough good grades to pass. طبعا هنا نصح بس مش نصح مشدد، طالما ايه نصح بس يبقى should take، يعني من المستحسن انك انت تاخد ايه الامتحان ده بصورة جدية حتى لو كنت واخد درجات كتيرة انك انت تنجح بيها.
بعد كده number 17 I not go out tonight but I don't think so. كلمة I don't think so يبقى هنا في شك مطلق يبقى هنا might. بعد كده number 18 Mary come with us يبقى can Mary come with us يبقى ديت ability في present. Okay عندي بعد كده number 19 you not speak French I can speak English quite well يبقى you needn't speak French انت مش محتاج تتكلم اي فرنش انا بتكلم انجليزي كويس تقدر تكلمني انجليزي. You not take an ID card with you if you enter the stadium otherwise you won't get in طبعا you must ال identification card لازم يكون معك لازم تاخد ايه هوية. It's very warm outside الدنيا ايه حارة برا يبقى you needn't to take a coat with you انت مش محتاج تاخد كوت معك. بعد كده you mustn't speak with a full mouth يعني يجب الا تتكلم وبقك ايه مفتوح اوكي مليان that's very impolite ده قلة ادب. The doctor said I mustn't smoke so much الطبيب قال لي يجب الا ادخن يبقى دي جت نصح مشدد من الطبيب ليا. In England you must drive on the left side over the road في انجلترا لازم تقود على الجانب الشمالي من الطريق but in other European countries you mustn't يجب الا تعمل هذا mustn't محرم عليك تعمل هذا. Students not be late for school يبقى mustn't يبقى برضو محرم عليهم ان هم يجوا المدرسه متاخر. Small children برضو mustn't play with matches يجب الا يلعبوا بالكبريت. You not drive so fast you sorry we have plenty of time احنا عندنا وقت كافي اوكي فانت مش محتاج يبقى هنا lack of necessity غياب ضروره يبقى needn't. Do you want me to wait for you هل عايزنا انتظرك no it's okay you not خلاص wait يبقى you a needn't wait يعني انت مش محتاج تنتظرني. You not take a taxi you can go by bus يبقى you needn't take a taxi انت مش محتاج تاخد تاكسي تقدر تروح بالاوتوبيس. All candidates كل المرشحين للتوظيف طبعا must send يجب ان يرسلوا هنا نصح مشدد in their application forms by Friday قبل يوم الجمعة ده اوكي تيست نمبر 4 في وجهة نظري الشخصية ده كان كله جرامر وحلو. نبدأ تيست كام 5 لكل طالب او طالبة هتركز معايا تيست 5 اسهل بكتير من تيست كام 4 ليه لان ده فوكاب اوكي جنرال فوكاب هنا a diver اللي هو الغواص is someone who swims under water هو شخص ما بيعوم تحت المية اوكي عندي بعد كده distinction اللي هو التمييز drought الجفاف depression الكساد intention النية is a long period without business activity يبقى ده كساد اقتصادي يبقى depression. بعد كده she not me like one of the family يبقى هي بتعاملني هنا بقى مش تعالج هنا treated هي بتعاملني كما لو كنت واحد من الأسرة يبقى treated. That old chair هذا الكرسي القديم should be thrown away يجب ان احنا ايه نتخلص منه نرميه. He wanted the money to pay for his son's education هو كان طبعا احنا بنتكلم على بطل اليونت اوكي ان هو كان عايز الفلوس عشان يدفع مصروفات او تعليم ابنه. بعد كده on their way to the town وهم في طريقهم الى المدينه the family were followed by thieves الاسره دي وراها اللصوص او الحراميه. They hid from the thieves استخبوا من اللصوص in a mountain cave في كهف في الجبال. مكررا يبقى deciding مكررين that the pearl was evil they threw it into the sea رموها في البحر. He is short هو قصير. He wishes احنا اتفقنا قبل كده رغبة او امنية غير متحققة في الوقت الحاضر يبقى بس سمبل رغبة او امنية غير متحققة في الباست يبقى بس بيرفكت دي قواعد الانجليش. هنا he is short هو ايه قصير امتى دلوقتي يبقى he wishes he were taller واتفقت معاكم قبل كده يا حبايبي في قاعده اي وش الاولى كل الضمائر تاخد وير لانها تعبر عن السحاله. طب هل يصح استخدام was اه
ولكن لو في was و where في نفس الجملة اختار where. في غياب where اختار was. كي يا حبيبي يبقى هي أنا where ترى. I wish I نقطة where my kids were. يبقى هنا I wish I knew كنت أتمنى أكون عارف دلوقتي مفاتيح راحت فين. هنا I wish I نكمل الباقي. The exam questions more carefully yesterday. Yesterday يبقى ده في الباست يبقى اختار بس perfect يبقى had had a read قريتها كويس. I wish you نقط خلاص so much time last year يبقى العام الماضي يبقى باست يبقى hadn't wasted. بعد كده I wish I could لأن ده future. The inability عدم قدرة يبقى I wish I could play the piano كنت أتمنى أن أنا أكون أقدر أعزف البيانو. They hope to visit بيتمنوا أن هم يزوروا خلاص us next week. بعد كده they wanted to send their son to school عايزين يبعثوا ابنهم إلى المدرسة and give him a better life يعني حياة أفضل حياة أفضل. The نقطة has already cured him يبقى the treatment هنا جاي معنا العلاج. العلاج بالفعل عالجه. Some diamond بعض ايه من الماث merchants اللي هم التجار live in our neighborhood عايشين فين في الحي بتاعنا. My dad wished he أبص بقية الجملة a bigger car يبقى ده تمني في الوقت الحاضر يبقى بس سيمبل يبقى هاد. His car is too small for us. I wish the school holidays were ليه كنت أتمنى أني أجازة المدارس تكون أطول. إمتى دلوقتي يبقى وير. I wish the weather not fine yesterday. دي إيه yesterday يبقى بتكلم عن past يبقى had been. We all knew about the film due to its publicity بسبب الدعاية اللي اتقالت عليه فكلنا عرفنا عنه. It's very hot today. I wish it was cooler. Was cooler كنت أتمنى الدنيا تكون إيه أسعى شوي. إمتى دلوقتي تمني في الوقت الحاضر. Have you ever been stung by a bee? Stung يعني اتلدغ أو اتلسع بواسطة العقرب. I left my bag on the bus. I wish that I had been more careful. كنت أتمنى أن أنا أكون أكثر حرصا. ليه لأنها باست. Sarah wishes she could see her cousins more often. أهي حاجة في المستقبل. يبقى هنا could or would plus infinitive. I feel ill. أنا شاعر أن أنا تعبان. I wish I hadn't eaten some mini sweets. يبقى أنا أكلت إيه some mini sweets فدلوقتي تعبان. يبقى ده تمني فين في الباست. علي is very tired and wishes he was in bed. أوكي علي تعبان جدا واتمنى دلوقتي يكون في السرير. Do you think that okay treatment is forceful? Okay, هل تعتقد ان هذه الايه المعامله مالها okay مجبره قويه؟ Okay, why are you so depressed? ليه انت مكتئب؟ Cheer up يعني cheer up يلا افرح كده. I wish I had attended the party. كنت اتمنى ان انا اكون حضرت الايه الحفلة. يبقى هل الجملة دي معناها ان انا حضرت الحفلة؟ لا طبعا. يبقى هنا I regret not attending. يبقى كده تعبر عن ندم. خلاص. We very not missed the chance of meeting the famous famous star. يبقى كنا على وشك يبقى تقريبا يبقى nearly. Okay. يبقى they were so not to meet his new girlfriend. طبعا happy. مين بيقابل الجود فن ما بقاش هابي يبقى هابي. He doesn't look older but rather young. هو شكله كده خلاص كبير ولكن هو شكله صغير for his age. Okay. The ship was able to reach the harbor. Okay. يعني السفينة كانت ايه قادرة على الوصول الى الميناء safely بأمان. بعد كده the pilot boy ماله politely the polite boy الولد المؤدب politely بأدب give me his hand كي اداني ايده. بعد كده dad looked at me طبعا angry والدي كان بيبصلي بغضب. ليه بغضب؟ خلاص because I have broken the window لان انا كسرت الشباك فبيبصلي بايه بغضب.
بعد كده it was getting late. الدنيا ايه كانت بايه بتبقى متاخر. and the sky was turning dark. والسماء بدات ايه تظلم. it feels strange. يبدو ان الامر غريب. to know that elephants. ان احنا نعرف ان الايه الالفنتس are roaming خلاص freely. اوكي outside our safari lodge. اوكي يعني ايه بيتجولوا كده بحريه. she smiled at me sweetly. بصوره جميله يبقى sweetly. ليه هنا final position يبقى دوت لازم يجي adverb. there haven't been any reality shows on TV lately. ما فيش حاجه صح بتيجي على ايه على شاشه التلفاز مؤخرا. my girlfriend complained bitterly. اشتكت بمراره about the nasty you treated her sister. عن القرف الطريقه الوحشه اللي بتعامل بيها اختها. he's very good friend of ours. هو صديق كويس جدا لينا. I hardly بالكاد ever meet him nowadays. يعني انا بالكاد بقابله يعني ايه تدل ان انا ما بقابلوش خالص. she had all her flowers طبعا neatly arranged يعني مرتبه بصوره جيده جدا. بعد كده she dances rather well. ليه انا قلت well مش good؟ لان هنا وصفت الاسلوب. وصفت الاسلوب ما وصفتهاش هي. اسلوب راسها well كويس. يعني بكده he played against the world's number one very cleverly. يعني cleverly بذكاء. خلاص I'm sorry I'm late. انا اسف انا متاخر. I tried to get here as fast as I could. انا كنت بحاول اجي هنا باسرع ما يمكن. نلاحظ حاجه ان as تستخدم ما بينهم صفه درجه اولى. Jack made طبعا a terrible mistake. عمل خطا فظيع. خلاص and drove his car into the tree. ودخل بعربيته فين في شجر. We treated him in a friendly way. friendly way طريقه وديه او طريقه ودوده. That smells great. والله ده حاجه ايه رائعه. What are you cooking mom? انت بتطبخي ايه؟ He plays football pretty well. ليه؟ لان هنا pretty اولا ده بمعنى جدا ها وهنا well تعبر عن الاسلوب وليس الشخص. But he is not a fair player. بعد كده the young girl was prettily dressed. اهي بص 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 the adverb يبقى دي ايه؟ adjective. دي adjective يبقى ده ايه؟ adverb ينتهي بـ ly. I always feel terrible. بشعر بقرف when I lose a match. حينما اخسر مباراة. We nearly missed our train. كنا على وشك ان احنا ما نلحقش القطر. I was awfully upset. يعني كنت منزعج تماما about the problems I had experienced. بالتجارب اللي انا مريت بيها. Bad. Okay, sorry. Dad is slowly improving. يعني بيتحسن بصوره بطيئه. after his undergoing heart surgery. بعد ايه خلاص العمليه الجراحيه اللي عملها في قلبه. the prisoner was treated badly. كان بيعمل بيه بطريقه سيئه خلاص by the guards بواسطه الحرس. بعد كده توم hardly tries. يكاد او بالكاد يحاول to improve his English. ان هو حسن الانجليش. is very lazy. كسول جدا فمش هيقدر. The sweater feels nice and soft. يعني ملمسه. feels هنا بمعنى ملمسه. خلاص the government proposals للاقتراحات الحكومية were highly disputed. خدت اعتراض شديد. disputed the adjective يبقى دي ايه؟ adverb. عندي بعد كده unit قوي جدا اللي هو unit 14 the importance of trees. دي الفوكاب اقوى من الجرامر. ليه؟ لان الجرامر في يونت 14 هو ايف كلودس. دي ما فيهاش فهم يا ابني لازم اكون حافظها. قاعده ايف الاولى او الزيرو. الزيرو عباره عن بريزنت سمبل. بريزنت سمبل الاولى بريزنت سمبل اوكي فيوتشر سمبل. الثانيه ها باست سمبل وود انفينيتيف. الثالثه باست بيرفكت وود هاف بي بي. نبتدي. يو وونت جيت بيتر اف بص 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 هنا ايه اف ديت ايه فيوتشر سمبل يبقى بريزنت سمبل يبقى don't practice. بعد كده if you not في will infinitive يبقى ده future simple يبقى present simple يبقى eat.
بعد كده if جمع ها طبعا هنا want to be يبقى ده future simple يبقى present simple says عندي بكده she خلاص ها دي if جي بعدها ايه present simple يبقى بلا future simple يبقى will marry بعد كده I هنا not اللي جي بعد if هنا هي في unless you listen يبقى listen هنا present simple يبقى وصلها future simple يبقى want to give بعد كده if we not ها نكمل we will probably يبقى present simple decide بعد كده you want to be able to go to university if you خلاص اوكي انا اسف هنا won't pass دي جت من ايدي غلط معلش يا اولاد صلحوها هي don't pass don't pass قولي ليه لان if ما يجيش وراها مطلقا ابدا ما يجيش وراها ايه future يجي وراها ايه present بس يبقى don't pass يعني بعد كده number كام يا اولاد alright number K8 هنا number 8 we خلاص هنا في ايه بقيت الاقواس اهي if it rains يبقى want to play على الفوري يبقى want to ايه play want to play okay want to play انا بكده dad will find a job will find يبقى the future symbol يبقى tries اللي هو present symbol خلاص عندي بعد كده هنا وصلنا الى number 10 if greater not نبص بقية الجملة will buy يبقى will buy the future symbol يبقى وصلنا present symbol يبقى has we not هنا عندي ايه بعد if if it rains يبقى the present symbol يبقى وصلنا future symbol يبقى will take بعد كده if your car breaks down ده present symbol يبقى وصلنا future symbol يبقى well you do what will you do بعد كده اوكي الجملة اللي بعديها we could have dinner could have equal a will have هي هي يبقى if we go to the supermarket if we go to the supermarket اوكي عندي بعد كده number كام 14 if you هنا لو بصيت كده حبايبي للجزء اللي المحلول خلاص هنا Okay, if you look carefully, you will find. Hey, look, the present symbol, the future symbol. If I not here, future symbol, the present symbol give. على الفور الاكسرسايز سهل جدا. هنا would you let يبقى قاعد if الثانية يبقى هنا بس symbol يبقى ايه gave. هنا would you have let يبقى دي قاعد if كام الثالثة يبقى بس perfect had given. لازم أنا كطالب أكون مذاكر قواعد if صح. عندي بكده will help I will help you if يبقى ده future symbol قصاد present symbol يبقى sure طب دوت I would help you يبقى ده ايه would و help يبقى دي قاعدة في second يبقى قصادها past symbol يبقى should بعد كده would have helped يبقى دي قاعدة في التالتة يبقى قصادها past perfect يبقى had sure عندي بعد كده ها if you هنا will understand will understand يبقى ده future symbol يبقى صدى present symbol يبقى speak بعد كده الثانية would understand يبقى ده قاعدة في second يبقى past symbol يبقى spoke الثالثة would have understood يبقى قاعدة في كام الثالثة would have will be يبقى صدى past perfect يبقى had spoken عندي بعد كده هنا will put يبقى ده future symbol صدى stop present symbol عندي بعد كده would put يبقى ايه would و infinitive يبقى صدى بس symbol يبقى stop هنا would have put ده كي قاعدة في التالتة يبقى صدها had stopped بعد كده you will get there in time you will get the future symbol يبقى صدى present symbol يبقى take you would get the would way infinitive يبقى قاعدة في second يبقى صدى بس symbol يبقى talk هنا you would have got يبقى قاعدة في التالتة يبقى had taken الاكسرسايز ده رائع ده يخليك تفهم قواعد إف كويس جدا لأن أنا عامل إيه تسلسل كده قاعدة إف الأولى الثانية الثالثة الثالثة الثانية الأولى الأولى الثانية الثالثة وهكذا ده يخليك كويس جدا في تيست 5 هو ده تيست سهل شويتين these logs هذه الألواح الخشبية should be broken into يجب أن تقطع إلى small pieces إلى قطع صغيرة most of today's newspapers غالبية الصحف النهاردة are made from recycled paper مصنوعة
من ورق معاد تدويره ريسايكلد يعني يعاد تدويره او يعاد استخدامه. بعد كده سي دي رومز ار سبيشال كمبيوتر ديسكس ذات كان هولد يعني هولد تستطيع ان تشيل تحمل تحتضن. Many people believe that printing will become part of history. كثير من الناس بيعتقدوا ان الطباعة دي هتبقى نوع من انواع التاريخ. ليه؟ لان كل الطباعة هتتحول الى اي بوكس. We believe that بنعتقد ان collections of CD rooms will replace libraries in the future. بدل ما يكون عندنا مكتبة طويلة عريضة لا هتبقى في شوية CD-هات. CD rooms طبعا save بايه بتوفر a lot of space مساحة كبيرة. ليه؟ السيدي روم حاجة كده صغيرة انما الايه الكتب كبيرة. اي بوكس اللي هي الكتب الالكترونية will become very popular هتبقى ايه مشهورة خلاص in the future. Millions of people will use them ملايين من الناس هتستخدمهم. اي بوكس are good for طبعا good for يعني جيد لي واحنا قلناها good for the environment جيدة للبيئة because they are not made of بيبر لأنها مش مصنوعة من الورق. طبعا الورق بيسبب تلوث البيئة إنما دي مش مصنوعة من الورق. If you wanted to get up to date information لو أنت عايز تبقى حاصل على المعلومات أوكي الحديثة you can look on the internet. بص فين في الإنترنت. Wood is bleached أوكي الخشب بيبيض during the process of making paper. ليه يا أولاد؟ هما بيجيبوا ألواح الخشب يطحنوها فبيبقى لونها غامق فبيضيفوا كيماويات معينة to bleach it عشان يبيضوها. خلصنا هنا. Many people go online خلاص to get all sorts of key news. طبعا كثير من الناس بالفعل بيخشوا على الانترنت عشان يوصلوا لكل أخبار هم عايزينها. In her early 20s كي اللي هي في ايه في العشرينات في أوائل العشرينات she traveled to Britain خلاص to continue her studies. بعد كده why نقط هنبدأ ايه كي جمل كويسة شوية. Look for another job. يبقى why don't you look for another job ليه ما تبحثش عن وظيفة أخرى. 20,000 كي دولار كي reward مكافأة is being offered قدمت for information للمعلومات leading to the arrest التي تؤدي إلى القبض على the criminals المجرمين. For the first 2 years لأول سنتين after he retired بعد ما تقاعد he traveled all over the world with his wife سافر في جميع أنحاء العالم مع زوجته. He has chosen to study إن هو اختار إن هو يدرس at the open university في الجامعة المفتوحة. هنا it is important for people to continue learning after they هنا have left ليه هنا present simple يبقى هنا future simple كي school or university يبقى هنا sorry أنا آسف هنا it is important for people to continue learning after they كي have left school or university بعد ما يسيبوا إيه الجامعة خلاص. هنا مبدوع it is important يبقى ما ينفعش يجي مع باص. هنا instead of بدلا من going to the university إن هو يروح إلى الجامعة he worked as a receptionist اشتغلت دي طبعا إيه سيدة يبقى هنا بدل ما تروح الجامعة اشتغل كام وظيفة السبب. He sent his CV أرسل استرداتية to several companies إلى شركات كتيرة but he didn't get any interviews يعني ما فيش حد قال له تعالى اعمل معنا مقابلة. Number 20 they warned him حذروا not to leave the place without permission ما تسيبش المكان بدون إذن. If you had the right qualifications لو عندك المؤهلات الصحيحة أو السليمة okay which job would you okay prefer to do إيه الوظيفة اللي أنت هتعمل. نلاحظ حاجة if you had the right qualifications if the second هنا had the best symbol بقصدها would infinitive. بعد كده applicants اللي هي المتقدمين إيه for this job لهذه الوظيفة should have a driving license لازم يكونوا معاهم رخصة قيادة. What طبعا have you been doing كنت بتعمل ايه since graduation منذ التخرج. His job is to deal with telephone calls التعامل مع telephone calls and emails from customers والإيميلز من العملاء. You can teach yourself تقدر تعلم نفسك ازاي
by using the books باستخدام الكتب and information والمعلومات on the internet على الانترنت. This job needs someone who is patient. محتاجة واحد يكون صبور, sociable, اجتماعي, and conscientious, يعني عنده ضمير. Having a driving license. كون ان انت معاك okay, رخص القيادة. And knowing more than one language, where تعرف اكتر من لغة, can be called okay, hard skills, يعني وظائف ذات مهارة. Being sociable, لكونك اجتماعي, is an example of not skills. طبعا hard skills. Okay, hard skills. Okay, وظائف محتاجة إلى okay, مهارة عالية. She's very mature. يعني نضجة. For her age, she behaves like an adult. Medicare, she bought a little, اشترت إيه? A little gadget. آلة صغيرة كده. For cutting okay, tomatoes. لقطع الإيه الطماطم. It often, طبعا rains in Ireland. That's why they call it the Green Island. يعني الجزيرة الخضراء. But it's not raining there at the moment. ولكن لا تمطر دلوقتي هناك. Such behavior normally, مثل هذا الايه? السلوك normally makes me okay, furious. بيخليني ايه? شايط من الغيظ. I don't believe a word he said. انا مش مصدق ولا كلمة من اللي قالها. خلاص? بعد كده. I am wearing. ليه انا برتدي دلوقتي حالا? A hat today because it's such a special event. يعني حدث خاص. Suzanne writes an email to her parents nearly every Saturday evening. يبقى هنا habit, عادة, يبقى present symbol. Stop right now, off. You break the flowers okay, every time the ball lands in the flower bed. Okay? يبقى ايه? اقف بقى لانك انت دلوقتي كل ما بترمي الكرة بتقع وتخسر ايه الورد. Where is Jimmy? I don't know. I think he is playing خلاص tennis with his younger brother Mark. ليه? انا معرفش هو فين بس اعتقد انه دلوقتي بيلعب كذا. يبقى ده حاجة بتحدث الان يبقى present continuous. My mom organizes بتنظم a party for her best friends لأفضل اصدقائها once a year مرة كل سنة. يبقى هنا habit يبقى هنا present symbol. She lives in London but she is currently staying with her friends in Scotland. She lives يبقى ليه انا اخدت lives لانها fact حقيقة. Our headmaster rarely teaches a class. He ماله has a lot okay, of administrative work to do. عنده عمل اداري كتير جدا فقليلا ما بيدرس. As the private secretary, لأني إيه السكرتير الخاص بتاعي أو السكرتيرة of my boss, الرئيسي في العمل, I read up, أنا إيه بقرأ 200 emails every day, حوالي 100 email كل يوم. هنا, look at her, بص لها كده, she is a smoking, in a non-smoking area. أنا آسف, لو أنت بصيت في الجمل ديت, الجمل ديت الاكسرسايز ده رائع, حلو جدا جدا جدا. ده open book exercise. ده الجملة ديت اهو بقولك بص اهي بتدخن اهي اهي بص اهي. هنا number 13. Do you belong to a tennis club? هل انت بتنتمي الى اوكي نادي تنس؟ دانا مالها loves reading a good novel. بتحب قراية الايه ها الايه good novel. النوفل الكويسة او القصة الكويسة. Songs that are not very popular okay, do not sell very well. فعلا الاغاني اللي هي مش ايه مش مشهوره لا تبيع جيدا. بعد كده some shops in town ماشي those sorry close very late. بعض المحلات بتقفل متاخره جدا. بعد كده the bullet الرصاصه narrowly missed the man's head. يا دوبك اوكي ها اوكي ما جاتش في راس الراجل يا دوبك. Boys often behave in a silly way. الاولاد عادة بيسلكوا بطريقة سخيفة. سلوكهم بيبقى سخيف. The driver had made a sharp turn. يعني لفة جامدة جدا جدا before he crashed into a tree. قبل ما يغبط في شجرة.
The girl is a graceful dancer. رقصة رشيقة. I think the man over there is fairly old. تقريبا كده شكله كده ايه عجوز. Luckily لحسن الحظ we were at home when the window broke. كنا في البيت لما الايه شباك القصر. بعد كده she fell in love madly. هي وقعت في الحب بصورة جنونية. When she set her eyes on the young man. لما عينيها وقعت على هذا الشاب. The hurricane, الإعصار was a phenom terrible, كان فظيعة. To watch, إنك أنت تقدر تشاهده. The eagle rose, okay, majestically into the blue sky, okay, بطريقة فظيعة في السماء. إن مالها looked around the room nervously, okay, كانت بتبحث في الغرفة بعصبية. He told us that it could be done easily. يعني هو قال لنا ان الموضوع دوت ممكن يخلص بسرعة. بعد كده it was late. الدنيا كانت متأخرة. When the famous actor finally arrived. لما الفيموس actor اخيرا ايه وصل. It was a long walk. كانت ايه تمشية طويلة شوية. There, okay, lasagna takes great, great, looks, tastes great. لازانيا والله طعمها حلو جدا. Where did you get the recipe? جبت الوصفة ديت منين؟ ده lecture كام؟ 7. هنخش في chapter كام؟ 7. نبص بقى كده في هدوء شديد. انا في وجهة نظرة الشخصية المتواضعة لله ان chapter 7 اسهل بكتير من chapter كام؟ 8. القوي قوي chapter 8. اراكس كويس جدا. How did Rassendel justify? ازاي برر killing Max Holtz. هو قال لنفسه ايه ان ديت it is war. ديت ايه حرب. لو انا ما قتلتوش هو ايه هيقتلني. يبقى هقول he said that they were at war. هو قال ان هما كانوا في حرب فلو ما قتلوش ايه هيقتله. What showed that the king was in great despair in his imprisonment. اللي يبين ان الملك كان في حالة يأس تامة في محبسه. He asked the teacher why Michael didn't kill him. ليه لما دار دايلوج وجود الفرس اللي سمعه قال خلاص why doesn't Doc Michael kill me. ليه اخويا ما يقتلنيش ويريحني. يبقى كده يائس تماما. سابت تاي ذا روب. سابت ربط حبل تو اتري الى شجره. سو ذات وبالتالي راسندل ماله كود كلايم داون اوكي تو ذا موت. ليه احنا قلنا يا اولاد سابت هو راجل خبير بالحروب جامد. اول لما لقى السور ولقى شوية شجر كده جنبه راح طالع شجرة ورابط فيها حبل ونزلها جوه ايه السور. وراح راسندل took off his boot خلع الحذاء بتاعه وطلع ونزل الى الموت. عن بكده question number 4. The guard in the boat next to the Bible in the moat was كمين ماكس هولف اخو يوهان هولف. When راسندل went down to the moat لما نزل فين في الموت he took off his boots using the rope. استخدم ايه a rope to get it to climb down عشان ينزل الى الموت. Rassendel so that the guard inside the boat was can mean Max Hoff. Question number 7. Who did Rassendel hear talking when he swam around the castle? Okay, moat. طبعا the king and Richard لان هو سمع الديالوج اللي ما بينهم الصغير. Who got killed in the fight خلاص in the woods. مين اللي اتقتل في الفايت في الوودز؟ احنا قلنا ان هما كانوا 7 سترونج مان وكانوا 3 روتينيانز راجعين اتقابلوا مع السبعه. ايه اللي حصل؟ اوكي لوجان رام وكافتسن were killed وفي نفس الوقت 3 of the 7 men were killed too. يبقى هنا خلاص 2 of Doc Michael's men اللي هو لوجان رام وكافتسن and 3 of Rassendel's men وثلاثه من رجاله رودولف راسندل. Rassendel said he had to do something quickly because he knew the king was weak and ill. طب مين يا أولاد حبايبي اللي قال لهم ان الكينج weak and ill؟ طبعا يوهان هولف. بعد كده it was the strangest thing that the king's brother and the pretend king acted out of war for. طبعا the life of a sick king. نقولها دي مين ومين؟ ده دوك مايكل كان بيتخانق مع مين؟ مع رودولف راسندل من قبل اوكي
ملك بيب عياني اللي هو مين؟ وضرف ألف بوك. After the princess had gone to bed, بعد ما إيه البرنسس راحت إلى إيه تنام, Rosendil joined Sept and friends with the seven men and rode towards the, طبعاً قادوا إلى the castle of Zinda. قعدوا ساعة كاملة أوكي عشان يوصلوا. A few hundred meters from the castle, Rosendil asked the seven men to, طبعاً wait with the horses. قال لهم بس اقعدوا انتوا هنا واحنا هنكمل ماشية خلاص عشان تحرسوا الحصنة. How did Rosendil go down into the water? طبعاً he climbed down using a rope. استخدم ايه؟ حبل. بعد كده what helped Rosendil not to be seen in the water? It was so dark. الدنيا كانت ظلمة فمين هيشوفه؟ ما فيش حد. What did Rosendil see next to the pipe? احنا قلنا he saw a small boat where Max Hoff was. يعني شاف قارب صغير كان فيه Max Hoff. How did Rosendil kill Max Hoff? طبعاً he stabbed him to death. يعني he stabbed him with a knife. Okay. قاعد يطعنه بإيه؟ بسكينة. Why were the people of Strasau so worried? ليه شعب Strasau كان قلقان جداً؟ Rosendil was badly injured while hunting. ليه؟ لأن Rosendil كمالك ماله أصيب إصابة بالغة وهو بيصطاد. Being worried لكونه قلقانة Flavia ordered Marshal Scratus to come and take her to see Rosendil. هنا Rosendil يقصد بها الكينج, يقصد بها الكينج. Question number 19. Rosendil realized that they had to move quickly as the king was weak and ill. الملك ماله كان ضعيف وكان مريض. Question number 20. Strangely enough, بصورة غريبة كافية, the king's brother and a pretend king fought each other for, طبعا the life of a sick king, اللي هي حياة ملك مريض. What made Princess Flavia go to Trondheim? اللي خلاها تروح إلى Trondheim. لأنها she heard the king was badly injured. لأنها سمعت إن الملك ماله أصيب إصابة بالغة. Question number 22. هنا لو أنا بصيت فيه كده خلاص. هنا what did Rosendil hear when he was examining the body? طبعا سمع مين؟ He heard Richard and talking to the king. كان سمع Richard بيكلم إلى الكينج. Why was it difficult to for anyone to hear the boat in the boat? ليه؟ As the wind was blowing hard. ليه كان صعب إن حد يسمع صوت الأرب أو صوت التجديف فين في الموت؟ ليه؟ لأنها كانت ليلة عاصفة, كان في أي عاصفة وصوت الرياح شديد. How many of Rosendil's men were killed by the three Raritanians? طبعاً ثلاثة. The people in Strasau were worried because they heard that the king was injured. إن الملك ماله أصيب. Doc Michael knew very well, عارف كويس جداً, that Rosendil had been خلاص badly injured, أصيب إصابة بالغة. ليه؟ لأن واحد من الرجالته اللي أصابه. Princess Flavia ordered Marshal Scadens to, احنا قلنا أولاد, take her to the king اللي هو رودلف راسندل. When the princess arrived at Trondheim, she was relieved, ارتاحت, حسب ارتياح, to see that Rosendil's injury wasn't serious. ما كانش قوي, الجرح بتاعه ما كانش قوي. 29. Why did the princess insist on going to Zinda? طبعا because the king was injured, لان ايه عرفت ان الملك مصاب, لا انا لازم اروح اشوف الملك بنفسي. Okay. What was Michael's opinion of Rosendil's injury? طبعا he thought it was bad, رغم ان هو عارف ان الراجل ايه من رجالته هو اللي ايه اللي جرحه او عوره. What did Rosendil consider the strangest thing in the history of any country? The war between the pretend king and the duke. كان بيعتبرها أكبر حاجة غريبة في أي دولة. Question number 32. Who did Rosendil, Sept and Fritz take with them to the castle? They took seven of their men. خدوا سبعة من رجالتهم الأشداء الأقوياء. ده الهومورك بتاع كي lecture 7 على أكمل وجه. لو في أي أسئلة حبايبي ابعتوني وأنا تحت أمركم وربنا يوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.